السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا تعليق اللي غادي نطرقوا فيه الإهمال اللي بدات كتعرض ليه حديقة مدن المتوأمة بالمرسى واللي معروفة تسكن مدينة محمدية بالبارك. نهار تاني عيد الفطر مرينا بالصدفة بجوار الحديقة وثار انتباهنا كثرة الأزبال اللي منتشرة بالحديقة من جميع الأنواع والأشكال، هالكواغط هالميكات هالقراعي تاع البلاستيك اللي منتشرة فوق الغازو وجناب الممرات ديال الحديقة، ويزيد على انواع الذريع اللي مليوحه في الارض حدا الكراسي، والثلاث تقريبا كلهم عامرين بالازبال. ملي شفنا هذه الحاله المؤسفه لاعرق واحسن حديقه بمدينه محمديه، قلنا في نفوسنا ربما السبب هو الخدامه ديال شركه السيطه، راهم جالسين بمناسبه عيد الفطر، لكن شويه بان لنا واحد الخدام ديال هذه الشركه تيشطب غير في الشانطي اللي دايز وسط الحديقه. ملي سولناه علاش الزبل منتشر في الحديقه بهذا الشكل رغم انكم خدامين اليوم، كان الجواب ديالو صادم لينا ملي وضح لينا واحد القضيه ما كانتش على بالنا، حيت قال لينا بان الخدامه اللي مخدماهم شركه سمير واللي مكلفين بالجرده هما اللي كيخرجوا لينا الزبل بجنب الطريق ما كنجمعوه. وجواب واش من جواب، الحديقه ولات بحال العمارات والمنازل، الناس ديال سيطا كيتسناو حتى يخرجوا لهم الخدامه ديال سمير الزبل للطريق عادي يجمعوه. غريبه هذه القضيه حيت حنا اللي عارفين بانه بالفعل شركة سامير مكلفة بالغرس ديال النوار والسقيان ديال الجردة، لكن الزبل راه المهمة ديال شركة سيطا. غير السؤال المطروح، واش هاد الشركة اللي كتوصل بجوج ديال المليار ديال السنتيم كل سنة من المجلس البلدي باش تنقي المدينة من الزبل، واش كاين شي بند في دفتر التحملات كيسمح ليها باش ما تنقيش الجرادي من الزبل؟ وملي كنقولوا الزبل راه ما كنقصدوش العواد الكارمين ولا اوراق الشجار وغيرها اللي في الجرادي. بقى لينا نقول لكم في الاخير واحد الملاحظه بسيطه، هي ملي كنا كنصوروا في هذه الحديقه داز واحد الكاميو ديال السيطه من حدانا، وربما الناس اللي فيه عرفوا اشنو كنصوروا، حيت كنتفاجئوا بعض اللحظات بحضور مجموعه من الخدامه ديال الشركه اللي دخلوا الحديقه وبداو كينقيو فيها من الزبل. وديك الساعه فهمنا بلي الهواتف النقالة تحركات ما بين المسؤولين على سيطة وقالوا لهم نوضوا جمعوا راسكم.